يواصل البابا طوادوس الثاني بابا الإسكندرية بدرك كرازة المرقسية يواصل استقبال المهنئين بعيد الميلاد المجيد وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. الكاتدرائية المرقسية أبوابها لاستقبال المسؤولين ورجال الدولة لتهنئة البابا توادروس بالعيد، كما يستقبل البابا الكهنة والأساقفة وأبناء الكنيسة القبطية للتهنئة وسط أجواء احتفالية. كلنا فرحانين وسعداء سعادة بالغة من التفاهم والتآخي والترابط اللي بيحصل في مصر ومزيد من النمو والازدهار. بنهني الرئيس على ولايته الجديدة. في المقر البابوي بتبقى أجواء كلها فرح، الأسر بتأتي هنا في المكان ده، الكبير والصغير، الأولاد بيبقى فرحانين بوجودهم في وسط القيادة الدينية الرمز اللي هو قداسة البابا توادروس الثاني أدام الله لنا حياته. أكيد طبعا وجودي في حضور البابا ده بيزود من إحساسي بالعيد وبالفرحة، ودايما كلامه بيبقى حلو قوي ومؤثر فينا. الكلمة امبارح كانت حلوة قوي، والنهاردة كمان كان بيتكلم عن السلام والمجد والفرحة والبهجة. النهاردة احنا كلنا بنحتفل وبنبتهج بعيد ميلاد مجيد مع في الكاتدرائية مع قداسة بابا ومع اخواتنا المسيحيين. النهاردة يوم سعيد مليء بالبهجة والسعادة والفرحة.